السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى عاملين ايه؟ أنا زميلتكم نورهان ياسر فرقة تالتة، والنهاردة نشرح محاضرة بسيطة من البايو بعنوان بروتين كيمستري. أتمنى تكون الدنيا سلسة وبسيطة معاكم، وأنا عارفة إن في كتير منكم بيعتبر مادة البايو مادة رخمة ومكلكعة، بس بجد لو اتفهمت بالراحة هتلاقوا الدنيا سهلة. والدكاترة بتأكد على حاجات كتير في المحاضرة، وهي دي اللي بتيجي عليها الأسئلة، وأنا برضو طول المحاضرة هنأكد على الحاجات اللي الدكتورة قالتها، وحاطين شوية أسئلة زي اللي الدكتورة قالت عليها أمثلة بالظبط. قبل ما نبدأ عاوزين نفتكر زمايلنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وعاوزين نفتكر إخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويرحم شهدائهم يا رب. نسمي الله كده ونبدأ المحاضرة بتاعتنا. عاوزين نعرف احنا نتكلم عن ايه في محاضرتنا النهارده، هي بعنوان بروتين كيمستري، يعني كيمياء البروتين. احنا عارفين شويه معلومات عن البروتين من الثانوي، وعارفين ان البروتين عامل زي حيطه كبيره كده بيكون من طوب صغير هو الامينو اسيدز. فاحنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ اول حاجه ديفينيشن، ايه هو البروتين وبيتكون من ايه؟ تاني حاجه الكلاسيفيكيشن، لو عندنا مجموعه بروتينز وعاوزين نقسمهم هنقسمهم على حسب كذا حاجه، مثلا الوظيفه او الشكل. تالت حاجه الاورجنايزيشن، ازاي انا كونت البروتين المركب الكبير دوت من حاجه كانت صغيره هي الامينو اسيد. اكيد ده بيعدي بكذا مرحله، وده اللي هنعرفه فيها. اول حاجه معانا وهي الديفينيشن، اول ما اقول كلمه بروتين لازم اعرف ان هو نيتروجينس كومباوند. اغلب المركبات التانية اصلا او اغلب المركبات بيكون فيها كربون وهيدروجين واكسجين، بس اللي بيفرق البروتين عنهم ان 16% من وزنه بيكونوا نيتروجين. او اهم حاجه ان هو نيتروجينس كومباوند. ليه؟ لان النيتروجين بيمثل 16% من وزنه، بالاضافه بقى للكربون والهيدروجين والاكسجين والسلفر. تاني حاجه ان البروتين بيكون من ايه؟ بيكون من امينو اسيد. بس هل اي امينو اسيد كده بتدخل في تركيب البروتين؟ لا، لازم تكون الفا امينو اسيدز. معنى كده ان في امينو اسيدز تانيين، ايوه، بس الوظيفه بتاعتهم مش انهم يدخلوا في تركيب البروتين، لا، ليهم وظايف تانيه. يبقى ايه الامينو اسيد اللي بتدخل في تركيب البروتين؟ هي الالفا امينو اسيد. بيجي امينو اسيد كده جنب امينو اسيد بيتحدوا مع بعض او بيكونوا مع بعض رابطه اسمها ببتايد لينكج، رابطه ببتيديه، ويجي بقى كمان امينو اسيد هكذا لحد ما كون بروتين كبير، وده اللي هناخده في نقطه الاورجنايزيشن بعدين. يبقى خلاصه السلايد دي ان البروتين عباره عن نيتروجينس كومباوند بيكون من نيتروجين بنسبه 16% من وزنه، بالاضافه للكربون والهيدروجين والاكسجين. كمان بيكون من امينو اسيد بس الفا امينو اسيدز بيكونوا مع بعض رابطه اسمها ببتايد لينكج. تاني حاجه احنا كده خلصنا الديفينيشن، تاني حاجه الكلاسيفيكيشن، عاوزين نقسم البروتينز. هنقسمهم على حسب ايه؟ على حسب كذا حاجه. اول حاجه فانكشن، الوظيفه. عندنا مثلا بروتينات زي الهرمونات ليها وظيفه تنظيميه انها ريجولاتوري، بتنظم الوظائف اللي في الجسم. عندنا مثلا جينيتك هرمونز زي الهستون، عندنا حاجه اسمها هستون بتدخل في تركيب الدي ان ايه عشان يديها شكل مميز تتكون لي في الاخر الكروموسوم، وهكذا. تاني حاجه الشيب، عندنا شكلين للبروتين، في فايبرس بروتين وجلوبولار بروتين. تالت حاجه النيوتريشنال فاليو، القيمه الغذائيه. مش كل البروتينات اللي احنا هناكلها او بناكلها هتكون القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه او فيها كل الامينو اسيد اللي انا محتاجاها، لا، بيكون في بروتينات تانية القيمه الغذائيه بتاعتها قليله. بعد كده الكومبوزيشن وسوليابيليتي، يعني تركيب البروتين ده، هل هو بروتين سيمبل بروتين بس كده بسيط، ولا هو كونجوجيتد او مرتبط مع حاجه تانية، ولا البروتين ده من مشتقات البروتين اصلا، يعني جبت بروتين كامل وكسرته فطلع لي مشتقات منه. احنا خدنا كده نبذه عنهم، فنتكلم عن كل واحده منهم بالتفصيل. اول حاجه الفانكشن، الفانكشن او الامبورتنس على حسب الاهميه، ودي بقى كان عندنا كذا حاجه. اول حاجه كاتاليتيك بروتين، زي الانزيمز، الانزيم بتدخل في تفاعلات كتير في جسمي وبتكسر وبتعمل، فهي كاتاليتيك بروتين. بعد كده الاستراكشر، استراكشر بروتين زي الكولاجين والالاستين، الاثنين بيكونوا موجودين في الكونكتيف تيشو بس اماكنهم مختلفه. الكولاجين بيكون يعني صلب شويه او ناشف شويه فبيكون موجود في البون مثلا، الالاستين بيكون مطاط شويه فبيكون موجود في الليجامنتس في الاربطه، بيكون موجود في الجدار بتاع اللنج عشان هي بتتمدد برده وكده. بعد كده كونتراكتايل بروتين، زي الاكتين والمايوسين، اللي بيكونوا موجودين في العضلات علشان يعملوا لي كونتراكشن. ترانسبورت بروتين، دي بروتينات مسؤولة عن نقل حاجة معينة زي الهيموجلوبين، بينقل الايرن، والترانسفيرين برضو بينقل الحديد الايرن، وعندنا كمان الالبيومين والمايوجلوبين. بعد كده الريجولاتوري بروتين، هما بقى الهرمونات. الهرمونات ليها وظيفة تنظيمية في جسمي، اي هرمون بقى زي مثلا الاي سي تي اتش والانسولين والجروس هرمون، هرمون النمو. بعد كده الجينيتك بروتين، البروتينات اللي بتدخل في حاجات جينية،
هو اصلا تركيب الدي ان ايه او الار ان ايه او نيوكليك اسيد عامه بيكون من نيوكليوتيدات، ما بيكونش اصلا فيها بروتين. امال ايه دخل بقى الهيستون دوت؟ الهيستون ده عامل زي حاجه كده بتربط النيوكليوتيدات دي على بعضها عشان تكون لي في الاخر شكل معين وهو الكروموسوم. بعد كده البروتكتيف بروتين دي حاجات بقى تبع المناعه زي الاميونوجلوبين والكلوتينج فاكتور اللي هي الاجسام المضاده وعوامل التجلط. يبقى الدكتور اكدت على السلايد دي بالامثله. ممكن تجيب تقول مثلا ايه هما ترانسبورت بروتين وتجيب كذا اختيار منهم، فلازم نكون عارفين. بعد كده كده احنا خلصنا اول حاجه هي الفانكشن. تاني حاجه الشيب. عندنا شكلين من البروتين زي ما قلنا، عندنا فايبروس وجلوبيولر. زي ما شايفين كده شكلهم، ده شكل الفايبروس وده شكل الجلوبيولر. الفايبروس ممكن نقول عليه استراكشرال، يعني بيدخل في تركيب حاجه معينه في جسمي، انما الجلوبيولر ده فانكشنال، يعني بيكون له وظيفه، بيعمل وظيفة معينة. مش فاهمين، هنفهم لما ناخد الامثلة بتاعتهم. اول حاجة عندنا الفايبرس او الستركتشرال بروتين، ده بيكون شكله ايه؟ زي ما شايفين شكله في الصورة، هو الونجيتد ونيدل، يعني شكله كده طويل وملفوف حوالين بعضه. زي ايه؟ احنا قلنا ان هو ستركتشرال، يعني بيدخل في تركيب حاجة معينة في جسمي، زي الكيراتين اللي بيكون موجود في الشعر، الالاستين والكولاجين والريتيكولين، بيكونوا دول كلهم موجودين في الكونكتيف تيشو في حتت بقى مختلفه في جسمي. المصل بروتين زي الميوسين والاكتين بيدخلوا في تركيب المصل عشان يعملوا لي كونتراكشن. البروتينات برضو الموجوده في السيل ممبرين والسيتوبلازم. طب ايه لازمه البروتينات الموجوده في السيل ممبرين والسيتوبلازم؟ احنا اصلا الاورجانز اللي عندنا في جسمي زي مثلا الليفر ليه بيكون واخد شكل معين؟ عشان بيكون في ستراكشرال بروتين، بروتين محافظ على شكله، بيكون موجود في السيل ممبرين، بيكون موجود في السيتوبلازم، محافظ على شكله وما يتغيرش. فعشان كده لازم الستراكشرال بروتين دي تكون مضاده للدايجيشن، ما تتهضمش، مش اي حاجه كده دايجست، اي حاجه كده معديه تقوم هضمه البروتين دوت مكسره لي السيل ممبرين او اي حاجه. وكمان السوليبيليتي بتاعته بتكون قليله، مش اي شويه ميه كده يقوم دايب فيه ويقوم مبوظ لي الشكل الحاجه اللي هو اصلا داخل في تركيبها وداخل في تكوينها. يبقى دي كده اول حاجه اللي هي الفايبرس او الستراكشرال بروتين. تاني حاجه الجلوبيولر، زي ما احنا شايفين كده شكلها في الصوره بتكون سفيريكال واوفال، مكعبره كده على بعضها. زي ايه؟ زي اي حاجه بقى ليها وظيفه في جسمي، زي الانزيمات، الهرمونات والريسبتورز والاميونوجلوبين والبلازما بروتين والهيموجلوبين. والسوليوبيليتي بتاعتها بتكون سهله بقى، لان هي اصلا هتعمل وظيفه، ممكن تتكسر وممكن تروح هي تكسر حاجه وهكذا. يبقى تاني الفرق بين الفايبرس والجلوبيولار. الفايبرس دي بتدخل في تركيب حاجه معينه وبيكون شكلها الونجيتد، انما الجلوبيولار ليها وظيفه معينه وبيكون شكلها سفيريكال او اوفال. الامثله بتاعت الفايبرس اي حاجه بتدخل في تركيب اي حاجه بقى، زي الكرياتين والالاستين والكولاجين والبروتين الموجود في المصل والسيتوبلازم والسيل ممبرين. انما الجلوبيولار او الفانكشنال دي حاجات ليها وظيفه، زي الانزيم، زي الهرمونز، زي الاميونوجلوبين، زي الهيموجلوبين وهكذا. احنا كده خلصنا اول اتنين كلاسيفيكيشن، هم الفانكشن والشيب. بعد كده ثالث حاجه هي النيوتريشنال فاليو، القيمه الغذائيه. هنحدد القيمه الغذائيه بتاعه البروتين دي على اساس ايه؟ على اساس هو فيه اسينشال امينو اسيد ولا لا. طب يعني ايه اسينشال امينو اسيد؟ يعني دي الامينو اسيدز اللي جسمي مش بيصنعها، لازم ياخدها من بره، يعني لازم اكل بروتينات من بره يكون فيها الاسينشال امينو اسيد دي عشان جسمي مش بيصنعها. وهما ثلاث حاجات، بروتينات ليها هاي فاليو، وعندنا انكومبليت بروتين، وعندنا بروتينات يكون ليها لو فاليو. فبروحها كده واحده واحده. اول حاجه الهاي بيولوجيكال فاليو، او بنسميها ريتش بروتينز او كومبليت بروتينز. ليه؟ علشان بيكون فيها كل الاسينشال امينو اسيد، يعني كل الامينو اسيد اللي جسمي محتاجها وهو مش بيصنعها بتكون موجوده في البروتينات ديت، وبتكون ايزلي دايجستد، يعني بتتهضم بسرعه عشان جسمي محتاجها. وده زي ايه؟ زي كل المنتجات الحيوانيه، زي الالبان، اللحوم، الجبن، ده كلها بيكون فيها كل الاسينشال امينو اسيد وبيكون ليها قيمه غذائيه عاليه. بيقول لنا ها البروتين اوف انيمال، يعني كل البروتينات الحيوانيه زي الملك بيكون فيه اسينشال امينو اسيد اللي هو الكازين. كمان عندنا في بروتينات نباتيه بس مش كلها، يعني عندنا حاجتين بس اللي هم اللينتلز العدس والبينز الفول، الاثنين دول بيكون ليهم هاي بيولوجيكال فاليو، دول الوحيدين من البلانت بروتين اللي بيكون ليهم هاي بيولوجيكال فاليو. يبقى تاني اول حاجه الهاي بيولوجيكال فاليو بنسميها ريتش بروتين او كومبليت بروتين. ليه؟ عشان بيكون فيها كل الاسينشال امينو اسيد وبتكون سهله في الهضم، بيكون سهله في الدايجستشن. زي ايه؟ كل البروتينات الحيوانيه زي اللحوم والالبان والجبن. كمان عندنا نوعين من البروتينات النباتيه بتكون ليها هاي بيولوجيكال فاليو، ايه هما؟ العدس والفول، اللينتلز والبينز. تاني حاجه انكومبليت
بروتين، ليه سميناها انكمبليت؟ عشان الاسينشال امينو اسيد فيها مش كامله، بيكون فيها لاك اوف وان اسينشال امينو اسيد، يعني بيكون ناقص فيها نوع من الاسينشال امينو اسيد دي. زي ايه؟ زي البقوليات والحبوب، البالسز والسيريالز. البالسز بيكون ناقص فيها الميسيونين، والسيريالز بيكون ناقص فيها اللايسين، والاثنين من الاسينشال امينو اسيد. طيب انا لو عملت وجبه مثلا يكون فيها الاثنين، هل كده هيكون عندي نقص؟ لا، ده هيعوض التاني. يعني مثلا لو انا حطيت بسله على رز، انا كده وزنت الاثنين، مش هيكون عندي نقص في حاجه. بيقول لنا يعني انا لو عملت كومباين بين الاثنين في دايت معين هيكون خلاص اديكوت، هيكون يعني مش هيكون عندي نقص في حاجه، هيكون انا كده كامله يعني. والانكمبليت بروتين ديت في الشيلدرن مش بتكون كفايه ان لنمو جسمه، انما في الادلت عادي ممكن تكون كفايه. بعد كده تالت حاجه البروتينز اللي بيكون ليها لو بايولوجيكال فاليو، يعني القيمه الغذائيه بتاعتها بتكون قليله. ليه؟ عشان بيكون يعني بيكون ناقص فيها انواع كتير من الاسينشال امينو اسيد، لكن ميني اسينشال امينو اسيدز. زي ايه؟ زي الامينو اسيد بتاع الذره اسمه الزين، وده بيكون عنده لاك في التريبتوفان واللايسين، ودول مهمين، دول اسينشال امينو اسيد، لو نقص اصلا في الجسم هيعملوا لي امراض وحاجات كده معينه. يبقى تاني انا اتكلمت عن النيوتريشنال فاليو، وعرفت انها بتكون على اساس الاسينشال امينو اسيد، وعرفنا ان هما ثلاثه، الهاي بيولوجيكال فاليو ودول بيكون فيها كل الاسينشال امينو اسيد، الامثله بتاعتها كل البروتينات الحيوانيه زي اللحوم والالبان والجبن، وعندنا نوعين من البروتينات النباتيه اللي هما العدس والفول. تاني حاجه الانكمبليت بروتين دي بتكون انكمبليت، يعني ناقص فيها نوع واحد من الاسينشال امينو اسيد، زي البقوليات والحبوب، البالسز والسيريالز. بس لو عملت وجبه بيكون فيها الاثنين فخلاص انا بكون اديكوت، بكون يعني مستكفيه كده، مش بيكون ناقصني اي اسينشال امينو اسيد. تالت حاجه اللو بايولوجيكال فاليو، يعني بيكون ناقص منها انواع كتير من الاسينشال امينو اسيد. زي ايه؟ زي بروتين الذره اللي اسمه الزين، ده بيكون ناقص فيه تريبتوفان واللايسين، ودول اسينشال امينو اسيد بيعملوا وظايف مهمه في جسمي، ولو نقصوا هيعملوا لي امراض معينه. يبقى نراجع كده بسرعه اللي احنا قلناه، اتكلمنا عن الديفينيشن واتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن. اول حاجه الديفينيشن، عرفنا ان البروتين نيتروجينس كومباوند، عشان النيتروجين بيمثل 16% من وزنه، وعرفنا كمان البروتين بيتكون من الفا امينو اسيد بيتحدوا مع بعض بروابط بيبتيديه. بعد كده اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن، هنقسم على حسب الفانكشن والشيب والنيوتريشنال فاليو والكومبوزيشن. بالمناسبه احنا خدنا اول ثلاثه، خدنا الفانكشن والشيب والنيوتريشنال فاليو، ناقص اخر حاجه. اول حاجه الفانكشن عرفنا هنقسمهم على حسب الوظيفه، اول حاجه كاتاليتيك بروتين زي الانزيمات، الاستراكشر بروتين بتدخل في تركيب حاجه معينه زي الكولاجين والالاستين، الكونتراكتايل بروتين زي الاكتين والمايوسين بيكونوا موجودين في المصل، الترانسبورت بروتين بتنقل حاجه معينه زي الهيموجلوبين والمايوجلوبين الالبيومين والترانسفيرين. بعد كده الريجولاتوري بروتين اللي هم الهرمونات، اي هرمون في جسمي بيكون له وظيفه تنظيميه. بعد كده الجينيتك بروتين اللي هم الهيستونز اللي بيدخلوا في تركيب الكروموزوم، بيتلفوا حوالين الدي ان ايه او النيوكليك اسيد عشان يكونوا لي شكل معين. بعد كده البروتكتيف بروتين، الحاجات المناعيه زي الاميونوجلوبين والكلوتينج فاكتور. بعد كده هنقسم على حسب الشيب، عرفنا ان في شكلين، فايبرس وجلوبولار، والفايبرس دوت استراكشرال يعني بيدخل في تركيب حاجه معينه زي الكيراتين والالاستين والكولاجين والريتيكولين والبروتين الموجود في المصل والسيتوبلازم والسيل ممبرين، فعشان كده بيكونوا مقاومين للدايجيشن، ما ينفعش يتهضموا، والسوليابيليتي بتاعتهم بتكون قليله، ما ينفعش انهم يذوبوا في اي حاجه حواليها، وبيكون شكلها ايه؟ elongated we needed. بعد كده التاني واحد اللي هو الجلوبولار او الفانكشنال اللي هو وظيفه معينه في الجسم، بيكون شكله سفيريكال واوفال. زي ايه؟ زي الانزيمات، الهرمونات، الريسبتورز، الاميونوجلوبينز، الهيموجلوبين، كل الحاجات دي. بعد كده على حسب النيوتريشنال فاليو، وعرفنا ان القيمه الغذائيه بنحددها على حسب الاسينشال امينو اسيد، اول حاجه البروتينات اللي ليها هاي بيولوجيكال فاليو بيكون فيها كل الاسينشال امينو اسيد وسهله في الدايجستشن. زي ايه؟ كل المنتجات الحيوانيه زي اللحوم، الالبان، الجبن، وعندنا نوعين من المنتجات النباتيه زي اللي هم العدس والفول، اللينتلز والبينز. تاني حاجه الانكمبليت بروتين، ودوت بيكون ناقص فيه نوع واحد من الاسينشال امينو اسيد زي البقوليات والحبوب، البالسز والسيريالز. ولو عملنا دايت بيكون فيه النوعين دول من الاكل فخلاص كده انا مش هيكون عندي ناقص حاجه. بعد كده البروتين اللي ليها لو بيولوجيكال فاليو، ليها قيمه غذائيه قليله،
بيكون ناقص فيها انواع كتير من الاسينشال امينو اسيدز، زي ايه؟ زي بروتين الذره اللي هو الزين فروم كورن، بيكون ناقص في التريبتوفان واللايسين. نشوف كده بقى الاسئله بتاعتنا. اول حاجه true false، بروتين از كونسيست اوف بيتا امينو اسيد، طبعا فولس عشان قلنا البروتين بيتكون من الفا امينو اسيد ودي مهمه. تاني حاجه all of the following are structural protein except، بيقول دول كلهم structural protein ما عدا ايه؟ عارفين برضو ان ال structural protein هو الفايبرس بروتين. فاول حاجه معانا الالاستين، ايوه ده structural protein. تاني حاجه الانزيمز، لا الانزيم دي بتكون globular او functional protein. بعد كده الكولاجين ده structural. رقم 3 which of the following is globular protein، عارفين برضو ان الجلوبولار بروتين هو الفانكشنال بروتين، يعني حاجه ليها وظيفه معينه في جسمي. اول حاجه الكيراتين، لا طبعا ده ستراكشرال. المايوسين ده ستراكشر بيدخل في المسلز. الهرمونز ايوه دي جلوبولار بروتين وفانكشنال بروتين. الالاستين برضو ستراكشرال بروتين. يبقى الاجابه رقم سي. رقم 4 اللينتلز ار انكمبليت بروتين، طبعا فولس. احنا قلنا ان اللينتلز والبين دول البروتينات النباتيه الوحيده اللي كان ليها هاي بيولوجيكال فاليو، يبقى انكمبليت لا. بعد كده رقم 5 which of the following is protein of high biological value، عاوز الحاجه اللي ليها قيمه غذائيه عاليه. عارفين اصلا هما المنتجات الحيوانيه. اول حاجه السيريالز، لا طبعا دي انكمبليت بروتين. بعد كده الكورن، لا دي من اللو بيولوجيكال فاليو. الميلك ايوه دي من الهاي بيولوجيكال فاليو اللي كان فيها الكازين. بعد كده البلسز البقوليات، دي كانت برضو من الانكمبليت بروتين. اتكلم عن اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن وهي الكومبوزيشن اند سوليابيليتي. احنا اتكلمنا عن اول ثلاثه وهم الفانكشن والشيب والنيوتريشنال فاليو. اخر حاجه الكومبوزيشن. يعني ايه كومبوزيشن؟ يعني انا عاوز اشوف البروتين ده هل هو سيمبل، يعني هو بروتين صافي مش ماسك معاه اي حاجه مختلفه، ولا هو كومباوند يعني جت حاجه مختلفه مسكت مع البروتين دوت او حصل لها كونجيوجيشن معاه فبرضه بنسميه كونجيوجيتد بروتين، ولا هو درايفد بروتين من مشتقات البروتين، جبت بروتين وكسرته بحاجه معينه فطلعت منه مشتقات. اول حاجه سيمبل بروتين. سيمبل بروتين ده بروتين صافي بيتكون من ايه؟ الفا امينو اسيد، ودي حاجه احنا مثبتينها ان البروتين بتتكون من ايه؟ من الفا امينو اسيدز. عندنا اربع امثله، الالبيومين، جلوبيولين، هيستونز، واسكليرو بروتين. هنقول معلومه عن كل واحده كده. الالبيومين دوت بروتين الدم، فبيكون ووتر سوليبل طبيعي عشان هو موجود في الدم، بيحصل له كواجيوليشن باي الهيت، وبيصنع فين؟ في الليفر. تاني حاجه الجلوبيولين بيكون ووتر انسوليبل وبيحصل له كواجوليشن باي الهيت برضو. عاوزين نقول معلومتين كده، ان الالبيومين والجلوبيولين لو عاوزين نعملهم كلاسيفيكيشن على حسب الشيب هنعتبرهم فايبرس ولا جلوبيولار بروتين؟ شطار، هنعتبرهم جلوبيولار بروتين عشان هما ليهم وظيفه في جسمي، مش بيدخلوا في تركيب حاجه او كده، هما ليهم فانكشنال بروتين. بعد كده الهستونز، زي ما عرفنا ان الهستونز دي عباره عن بروتين بيلف حوالين النيوكليك اسيد علشان يكون لي شكل معين او عشان يكون لي الكروموزوم. ده اللي هو مكتوب بيقول لنا ان الهستونز ار يوجوالي فاوند ان انيمال تيشو عشان بيحصل له لينكد مع النيوكليك اسيد ويكون لي حاجه اسمها نيوكليو بروتين. يبقى لو جالي سؤال قال لي الهستونز دوت بنعتبره اي نوع من البروتين؟ هنقول ان هو سيمبل بروتين. انما لو سالني عن النيوكليو بروتين هنعتبره ايه؟ كونجوجيتد، عشان النيوكليو بروتين عباره عن نيوكليك اسيد ماسك مع البروتين اللي هو الهستونز. وبيقول لنا ان الهستونز سوليبل في الووتر وبيكون بيزك. بعد كده الاسكليرو بروتين هو عباره عن فايبرس بروتين، حاجه صلبه وناشفه كده، فبيعمل سبورت وبروتكت للبادي، وبرده بيكون انسوليبل، يعني هو عشان صلب وناشف وبيعمل بروتكت اصلا وسبورت فبيكون انسوليبل، وكمان ريزيستنس للدايجيشن يعني مش بيتهضم لانه بيطلع بروتيوليتك انزيم. يبقى انا كده اتكلمت عن السيمبل بروتين وعرفنا ان هو بروتين صافي بيتكون من الفا امينو اسيد، وخدنا اربع امثله، البيومين، جلوبيولين، هيستونز، والاسكليرو بروتين. كومباوند بروتين او الكونجيوجيتد بروتين، زي ما عرفنا ان بتيجي حاجه مختلفه بيحصل لها كونجيوجيشن مع البروتين، فبيكون عندنا بروتين بارت ونون بروتين بارت. الامثله اللي عندنا اول حاجه فوسفو بروتين، من اسمه البروتين حصل له كونجيوجيشن مع الفوسفوريك اسيد. ده حصل ازاي؟ ان الفوسفوريك اسيد حصل له استروفايد عن طريق الهيدروكسيد الجروب اللي موجوده في السيرين والسيريونين، والحوار ده بيحصل فين؟ بيحصل في الميلك والايج يولك. تاني مثال عندنا الجلايكو بروتين، من اسمه برضو البروتين حصل له كونجيوجيشن مع الكربوهيدرات، بس بيقول لنا ان اقل من 5% من الجلايكو بروتين دي بيكون كربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات فيها بتكون اقل من 5%.
زي ايه؟ زي الميوسين اللي بيكون موجود في الميوكوس ممبرين والسلايفا. كمان عندي الانتي جينز الموجوده في البلاد جروب. ثالث مثال وهو الكرومو بروتين. كرومو معناها صبغه او لون، فالبروتين حصل له كونجيوجيشن مع بيجمنتد بروستيك جروبز. زي ايه؟ زي الهيموجلوبين بيكون جواه ريد ايرن، بيحصل لها كونجيوجيشن مع البروتين. زي كمان امثله ثانيه الكاروتينويد والفلافو بروتينز. بعد كده اللايبو بروتينز، البروتين حصل له كونجيوجيشن مع الليبيدز. زي ايه؟ زي اللي بتكون موجوده في السيل ميمبرين والميتوكوندريا الميمبرين وفي البلازما. بعد كده الميتالو بروتين، البروتين حصل له كونجيوجيشن مع ميتال، مع معدن. زي ايه؟ زي عندنا حاجه اسمها سيليورو بلازمين، ده بيكون جواه نحاس، بيكون جواه كوبر، بيحصل له كونجيوجيشن مع البروتين. كمان عندنا في الفريتين الايرن بيحصل له كونجيوجيشن مع البروتين. كمان عندنا الانسولين بيكون جواه زنك، بيحصل له برده كونجيوجيشن مع البروتين. بعد كده النيوكليو بروتين، نيوكليو بروتين احنا لسه متكلمين عنها، ان بيجي بروتين اللي هو الهستون بيحصل له كونجيوجيشن مع النيوكليك اسيد فبيكون لي النيوكليو بروتين ده. عامه الدكتوره هنا اكدت على ان البروتين حصل له كونجيوجيشن مع ايه، ما اكدتش خالص على الامثله بس برضو اعرفوه. يبقى انا كده اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن الكومباوند او الكونجوجيتد بروتين، عرفنا ان بيكون له بروتين بارت ونان بروتين بارت. زي ايه؟ الفوسفو بروتين بيكون ماسك مع فوسفوريك اسيد، الجلايكو بروتين بيكون ماسك مع الكربوهيدرات، الكرومو بروتين بيكون ماسك مع بيجمنتد بروستيك جروب، اللايبو بروتين بيكون ماسك مع ليبيدز، الميتالو بروتين بيكون ماسك مع ميتال سواء ايرن سواء كوبر سواء زنك. بعد كده النيوكليو بروتين بتكون البروتين الهستونز بيكون ماسك مع النيوكليك اسيد. بعد كده اخر نوع اللي هو درايفد بروتين، اللي هي مشتقات بتاعه البروتين. انا جبت بروتين اي بروتين بقى اللي انا ذكرتهم قبل كده في النوعين اللي فاتوا وعملت وكسرتهم سواء بالهيدرولايز عملتهم يعني هيدرولايزس او ديناتوريشن. هيديني ايه البروتين؟ لو كسرته هيديني حاجه اسمها بيبتونز، لو كسرتها تديني حاجه اسمها بولي بيبتايد، لو كسرتها يديني حاجه اسمها شورت بيبتايد. الشورت بيبتايد دوت اللي هو التراي او الداي بيبتايد. بعد كده لو كسرت الشورت بيبتايد ده هيديني الفا امينو اسيد، ودي اصغر حاجه في البروتين، والدكتوره برضو اكدت انها بيكون الفا امينو اسيد. يعني لو جالي قال لي الالفا امينو اسيد ده يعتبر انهي نوع من البروتينز، هنقول ان هو درايفد بروتينز. يبقى انا كده خلصت الكلاسيفيكيشن وكلمنا عن اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن هي الكومبوزيشن. عاوزين نراجعها كده بسرعه. يبقى الكومبوزيشن قسمناها لثلاث حاجات، سيمبل وكومباوند ودرايفد بروتين. اول حاجه سيمبل بيتكون من الفا امينو اسيدز، وقلنا الاربع امثله البيومين جلوبيولين هيستونز وسكليرو بروتين. تاني حاجه الكومباوند او الكونجيوجيتد، ده عندنا بروتين بارت ونان بروتين بارت، زي الفوسفو بروتين مع فوسفوريك اسيد، جلايكو بروتين مع الكربوهيدرات، الكرومو بروتين مع البيجمنتد بروستيك جروب، اللايبو بروتين مع الليبيد، ميتالو بروتين مع الميتال، نيوكليو بروتين مع النيوكليك اسيد. والدرايفد بروتين هكسره عن طريق الهيدروليسيس او الديناتوريشن. هيديني ايه البروتين؟ هيديني بيبتونز، وبعد كده بولي بيبتايد، بعد كده شورت بيبتايد، بعد كده الفا امينو اسيد. نحل بقى كام سؤال كده على الكومبوزيشن. اول حاجه بيقول لنا الهيستونز ار ايه؟ كونجيوجيتد؟ لا سيمبل. ايوه طبعا الهستونز بيكون سيمبل بروتين. تاني حاجه، انما لو قال لي النيوكليو بروتين بيعتبر ايه؟ هنقول له كونجيوجيتد. بعد كده رقم 2 البيومين از سيمبل وفايبرس، هو سيمبل بس مش فايبرس. كونجيوجيتد وجلوبولار؟ لا طبعا هو مش كونجيوجيتد. طيب سيمبل وجلوبولار؟ ايوه طبعا الالبيومين بيعتبر سيمبل من حيث الكومبوزيشن وبيعتبر جلوبولار من حيث الشيب. تالت حاجه وش اوف ذا فولوينج از درايفد بروتين؟ الجلوبولين لا طبعا ده بيكون سيمبل. البيتا امينو اسيد؟ لا طبعا هو بيكون الفا، يبقى الاختيار رقم سي الفا امينو اسيد. الجلايكو بروتين؟ لا طبعا ده بيكون كونجوجيتد او كومباوند. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الديفينيشن واتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن. اخر حاجه معانا في المحاضره هي الاورجانيزيشن. يعني ايه اورجانيزيشن؟ يعني انا ازاي كونت البروتين الكبير دوت من حاجه صغيره وهي الامينو اسيد. فبيقول لنا البروتين از ا لينير سيكونس اوف امينو اسيد لينكد باي بيبتايد بوند. يعني انا جبت امينو اسيد جنب بعضها وربطتهم مع بعض برابطه بيبتيديه. ازاي؟ عندنا ده امينو اسيد وده امينو اسيد، كل واحد فيهم بيكون له امين جروب وكربوكسيل جروب. فانا دلوقتي جبت اتنين امينو اسيد جنب بعض، هيحصل تفاعل بين الكربوكسيل جروب بتاعت امينو اسيد
والامين جروب بتاعت الامينو اسيد التاني. فايه اللي هيحصل؟ هطلع اتش 2 او، هاخد او اتش من الكربوكسيد واتش من مجموعه الامين اللي في الحمض الاميني التاني. فدلوقتي هيتكون عندي ايه؟ هيكون هنا امينو اسيد اهو، وامينو اسيد بينهم رابطه اسمها بيبتايد بوند، او بنسميها كوفلنت بوند، اللي هي رابطه تساهميه علشان طلعت اتش 2 او. فبيقول لنا ايه هي بقى البوبتايد بوند او الكوفلنت بوند؟ بتتكون بين ايه؟ بين الامين جروب، الامين جروب في وان امينو اسيد، والكربوكسيل جروب اللي في انذر، في امينو اسيد تاني يعني. ازاي بكتب بقى الامينو اسيد دول؟ بيكون في فري كربوكسيل جروب اللي هي ديت بنسميها سي تيرمينال، وبيكون في فري امين جروب اللي هي دي وبنسميها ان تيرمال، ان تيرمينال. يعني كده بيكون عندنا اتنين تيرمينال، سي تيرمينال اللي هي الكربوكسيل جروب، وان تيرمينال اللي هي الامين جروب، وبينهم هايفن اللي هي البيبتايد بوند. عندنا بقى كم معلومه كده، بيقول لنا ان الداي بيبتايد طبيعي داي يبقى بتتكون من اتنين امينو اسيد. طيب الاوليجو بيبتايد بتكون لونج وان برانشد تشين من امينو اسيد، اهم حاجه انها ما بتزيدش عن 25 امينو اسيد، يعني بيبتايد تشين بس ما بتزيدش عن 25 امينو اسيد. بعد كده البولي بيبتايد بقى بيكون فيها اكتر من 25 امينو اسيد، بتكون خلاص داخله ان انا اكون بروتين. ايه هي بقى الليفل علشان اعمل بروتين؟ عندنا اربعة ليفل او اربعة استراكشر. اول حاجة البرايمري استراكشر، البرايمري انا هجيب الامينو اسيد اللي هو هنعتبره طوب كده، وهحطه جنب بعض عشان ابني حيطة، عشان ابني البروتين ده. فانا هجيب الامينو اسيد واربطهم ببعض عن طريق الرابطة اللي احنا قلنا عليها اللي هي البيبتايد بوند. فبيقول لنا البرايمري ستراكشر نمبر اوف نمبر اند سيكونس اوف امينو اسيد، يعني انا بجيب الامينو اسيد كده وبحطهم جنب بعض بترتيب معين عشان اكون لي البولي بيبتايد تشين. بيكونوا مربوطين مع بعض بايه؟ بكوفلاند بوند، او اللي بنسميها بيبتايد لينكج. ده كده البرايمري، والصوره دي موضحه ان الامينو اسيد زهاها مع بعضها، هم مربوطه مع بعضها بالبيبتايد بوند. تاني حاجه السكندري ستراكشر، اللي بيحصل ان بيحصل فولدنج او بيحصل تويستنج بين التشين اللي انا كونتها دي. التشين اللي انا كونتها دي بقعد الفها حوالين بعضها واعمل لها فولدنج لحد ما تكون لي شكل معين. عندنا شكلين بينتجوا عن السكندري ستراكشر، هي الالفا هيليكس والبيتا بليتد. يعني ايه؟ نشوف كده الرسمه بتاعتهم. عندنا الناحيه دي الالفا هيليكس ودي البيتا بليتد شيت. الالفا هيليكس بتكون عباره عن تشين واحده كده وبتقعد تلف حوالين بعضها، نتيجه ان بيتكون رابطه، يعني رابطه بين في نفس التشين. يعني كل عارفين كده ما تجيبوا حبل طويل وتمسكوا جزئين منه وتربطوهم مع بعض، هتحسوا ان هو لولو كده، بقى شبه السوست او شبه الحلزون. هو دي بالظبط الالفا هيليكس وده الشكل بتاعها. انما البيتا بليتد تشيت بيكون عندنا اتنين تشين كده وبتربطوا، يعني الرابطه بينهم بتكون بينهم كده، يعني البيبتايد بوند بتكون بينهم كده، او ممكن تكون دايسلفايد بوند، او ممكن تكون هيدروجين بوند، اي حاجه، بس هي بيكون اتنين بيبتايد تشين كده مع بعض. فبالتالي هيكون شكلها عامل زي الورقه او عامل زي التشيت كده. يبقى ده الفرق بين الالفا هيليكس والبيتا بليتد تشيت. نقرا كده الكلام، بيقول لنا الالفا هيليكس اتس اكويلد ستراكشر اوف فايبرس بروتين هيدروجين بوند فورمد بتوين، الهيدروجين بوند دي بتتكون بتوين ايه؟ بتوين البيبتايد بوند ان سيم تشين. يعني دي اهم حاجه، ان الالفا هيليكس بتكون نفس التشين عشان تتلولو كده على بعضها وتعمل لي حاجه اسمها الهيليكس او الكلوك وايز. دي بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في المايوسين والكرياتين، بيكون موجود في الانستريتد هير، يعني الشعر المجعد مش الستريت كده. بعد كده البيتا بليتد تشيت، دي بتكون الهيدروجين بوند بتتكون فين؟ في بين ديفرنت تشين، يعني عندنا كذا تشين كده جنب بعض وبيكون الرابطه بينهم، ممكن تكون بارلل او نون بارلل، يعني في نفس الاتجاه او عكس الاتجاه. الرابطه اللي كونت دي في نفس الاتجاه فتبقى بارلل، في عكس الاتجاه تبقى انتي بارلل. بعد كده بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في الكرياتين في الستريتد هير، لان هي تشيت عامله زي الورقه، حاجه مفروده، فبتكون موجوده في الستريتد هير. بعد كده وده كده الرسمه اللي احنا قلناها.
بعد كده التيرشري ستراكشر بيحصل بقى كويل اكتر، بيحصل تويستد اكتر بين البوليبيبتايد تشين دي، بيقول لنا ات از ان ات از ذا ارينجمنت وانتر ريليشن، بيحصل انتر ريليشن اكتر في التويستد بوليبيبتايد تشين دي. اخر حاجه الكواترنري ستراكشر، المرحله الرابعه والاخيره، ان انا بجيب كذا واحده من التويستد بيبتايد تشين ديت اللي انا كونتها واحطهم جنب بعض واربطهم ببعض. بيقول لنا it is an it is the arrangement of several polypeptide، بجيب كذا polypeptide chain واحطهم جنب بعض واربطهم ببعض. زي ايه؟ زي الانسولين هرمون والجلوبين الموجود في الهيموجلوبين. الانسولين بيكون من 2 polypeptide chain بس، يعني 2 كده، بجيب 2 polypeptide chain بعد ما حصل لهم التويستد في السكندري وحصل لهم الانتر ريليشن في التيرشري، واجيبهم الاثنين كده جنب بعض وامسكهم في بعض بي داي سلفايد بوند. يبقى ده كده الانسولين عباره عن 2 بولي بيبتايد تشين. انما الجلوبين الموجود في الهيموجلوبين اللي هو ده شكله بيتكون من 4 تشين، من 4 بولي بيبتايد تشين، يعني بعد ما حصل لها كل المراحل اللي فاتت بجيب 4 منهم واحطهم مع بعض، بيكونوا 2 الفا و2 بيتا، وبيمسكوا مع بعض برابط كتير بقى زي ما هنقولها السلايد الجاي. يبقى انا كده اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن الليفلز عشان اعمل الاستراكشر بتاع البروتين. قلنا البرايمري ان انا بجيب الامينو اسيدز جنب بعضها وامسكهم ببعض ببتايد تشين او كوفلاند بوند. تاني حاجه السكندري استراكشر، ان بيحصل تويست وفولدنج اكتر بين في التشين ديت او في الامينو اسيدز اللي انا كونتها، فبتديني شكلين، لاما الفا هيليكس لاما بيتا بليتد شيت. الالفا هيليكس بيحصل ان الهيدروجين بوند بتتكون في نفس التشين زي الموجوده في الشعر الانستريتد، انما البيتا بليتد شيت ديت اللي بيكون عندنا 2 بولي بيبتايد تشين وبتتكون الرابطه بينهم، فبتبقى بتدين شكل تشيت او شكل ورقه، ودي اللي بتكون موجوده في الاستريتد هير. بعد كده التيرشري بيحصل انتر ريليشن او تويستد اكتر للبولي بيبتايد تشين اللي انا كونتها ديت. بعد كده الكواترنري، ان انا بجيب كذا بولي بيبتايد تشين من اللي انا كونتهم لحد التيرشري ستراكشر واحطهم جنب بعض واربطهم ببعض، زي الانسولين اللي بيتكون من 2 بولي بيبتايد تشين، والجلوبين الموجود في الهيموجلوبين اللي بيتكون من 4 بولي بيبتايد تشين. بعد كده ده صوره برضو بتوضح الاربعه ليفل. اول حاجه البرايمري ستراكشر قلنا فيها بجيب الامينو اسيدز كده جنب بعضها واربطهم مع بعض ببيبتايد بوند. السكندري ستراكشر قلنا بيحصل تويستد وفولدنج، بيكون لي شكلين، لا اما الفا هيليكس في نفس التشين، لا اما بيتا بليتد شيت في اكتر من تشين. بعد كده التيرشري ستراكشر بيحصل انتر ريليشن، بيحصل تويستد اكتر يعني في التشين اللي انا كونتها ديت. اخر حاجه كواترنري ستراكشر، ان انا بجيب كذا بولي بيبتايد تشين واحطهم جنب بعض، هنا عندنا 4 بولي بيبتايد اهوت زي الجلوبين الموجوده في الهيموجلوبين. بقى معانا ايه هي الفورسز ستابلايزنج زي سكندري وتيرشري وكواترنري ستراكشر، يعني ايه هي القوة اللي بتحافظ على ثبات البولي بيبتايد تشينز اللي انا كونتها دي كلها؟ مش ممكن تتفك؟ لا، هي مش هتتفك لان في روابط كتير بينهم، مش شرط البولي مش شرط البيبتايد بوند اللي موجوده بين الامينو اسيد بس، لا، في بوندز ثانيه كتير، في روابط ثانيه كتير، لانه اصلا البولي بيبتايد تشين دي بتكون تويستد، بتكون ملفوفه حوالين بعضها، ممكن طرف يقابل طرف ثاني ويقوم عاملين رابطه بينهم، فده بيزود الثبات بتاعها وانها ما تتفكش اكتر. زي ايه البوندز ديت؟ اول حاجه الهيدروجين بوند بتكون نتيجه ايه او بين ايه؟ بتكون بين الهيدروجين والاكسجين اللي موجودين في حتت كتير قوي من البولي بيبتايد تشين. تاني حاجه الدايسلفايد بوند بتحصل فيه الحمض السيستين، لو صادف ان اتنين سيستين قابلوا بعض في البولي بيبتايد تشين هيكونوا دايسلفايد بوند وهيكونوا لي السيستين. السيستين اكتر ثبات من السيستين عشان جواه دايسلفايد بوند. بعد كده الايونيك بوند، من اسمها انها تحصل نتيجه شحنات، فبتحصل بين البوزيتيف والنيجاتيف سايد تشين، يعني طرف موجب وطرف ثابت وطرف سالب هيتشدوا لبعض ويعملوا لي الايونيك بوند. زي ايه؟ زي الامين جروب الموجوده في اللايسين والكربوكسيل جروب الموجوده في الاسبارتيك. بعد كده الهيدروفوبيك بوند، دي بتحصل في النون بولر او الهيدروفوبيك سايد من التشين، يعني اي امينو اسيد يكون هيدروفوبيك هيحصل فيه الهيدروفوبيك بوند، زي مثلا الانين لو قابل الفالين وهما الاثنين هيدروفوبيك امينو اسيد، فبالتالي هيكون بينهم البوند ديت، وده بيساعد برضو على الثبات. احنا كده خلصنا الاورجانيزيشن اوف بروتين، نحل كام سؤال عليها وبعد كده نلخص المحاضره كلها. اول حاجه بيقول لنا البروتين في بروتين ان برايمري ستراكشر از ايه،
linear sequence of amino acid linked by، يعني البروتين او البولي بيبتايد اللي كوناها في البرايمر ستراكشر بيكون الامينو اسيد ماسك مع بعضه بايه؟ هيدروجين بوند لا، دايسلفايد بوند لا، بيبتايد بوند. شطار. تاني حاجه البولي بيبتايد تشين هاز كام امينو اسيد؟ احنا عرفنا ان الاوليجو بتكون اب تو 25، البولي بقى البولي بيبتايد تشين بتكون اكتر من 25، يبقى الاجابه رقم بي. بعد كده الالفا هيليكس فورمز ان ويتش ليفل؟ الالفا هيليكس اتكونت في انهي ليفل او في انهي ستراكشر؟ ايوه في السكند ستراكشر، سكندري ستراكشر. احنا كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، عاوزين نعمل ليها ملخص سريع ونركز على اهم الحاجات. اول حاجه الديفينيشن، عرفنا ان البروتين نيتروجينس كومباوند لان النيتروجين بيكون 16% من وزنه، وكمان عرفنا البروتين بيكون من ايه؟ من الفا امينو اسيد مربوطين مع بعض ببتايد لينكج. تاني حاجه الكلاسيفيكيشن، قسمنا البروتين على حسب اربع حاجات. اول حاجه الفانكشن، وعرفنا كذا جروب، عرفنا الاناليتيك زي الانزيم، ريجولاتوري زي الهرمونز، ستراكشرال زي الكولاجين والالاستين، كونتراكتايل زي المايوسين والاكتين، وفي جينيتيك زي الهيستونز. والامثله مهمه عشان ممكن تيجي ام سي كيو. تاني حاجه على حسب الشيب، وعرفنا ان في فايبرس او استراكشرال، ودول بيدخلوا في تركيب حاجه معينه في جسمي زي الكيراتين زي الكولاجين زي الالاستين زي البروتينات الموجوده في الماسلز والسيل ممبرين والبلازما او السيتوبلازم. تاني حاجه اللي هو الجلوبولار او الفانكشنال، ودي بروتينات ليها وظيفه معينه زي الانزيمز زي الهرمونات زي الاميونوجلوبين وهكذا. قسمناها تالت حاجه على حسب النيوتريشنال فاليو، القيمه الغذائيه، وقلنا دي بتعتمد على الاسينشال امينو اسيد. قلنا في بروتينات ليها هاي فاليو، دي بيكون فيها كل الاسينشال امينو اسيدز زي الانيمال بروتين، اللحوم بقى والملك والجبن والحاجات دي كلها. وقلنا في نوعين من البلانت بروتين، هما العدس والفول. وبعد كده قلنا بيكون في انكمبليت بروتين، ودي بيكون ناقص فيها نوع من الاسينشال امينو اسيدز زي ايه؟ زي البلسز والسيريالز. واخر حاجه اللي هي البروتينات اللي ليها لو فاليو، وديت قلنا زي دي بيكون فيها ناقص فيها انواع كتير من الاسينشال امينو اسيدز زي الزين الموجود في الكورن، بيكون ناقص فيه التريبتوفان واللايسين. وبعد كده اخر كلاسيفيكيشن وهو الكومبوزيشن اند سيليابيليتي، وعرفنا ان في ثلاث انواع من البروتين، سيمبل وكونجيوجيتد ودرايفد بروتين. السيمبل وخدنا الانواع بتاعتها اللي هي الالبيومين والجلوبولين والهيستونز والسكليرو بروتين. وبعد كده الكونجيوجيتد وخدنا عليها امثله كتير، بيكون في بروتين بارت ونان بروتين بارت زي الفوسفوبروتين، البروتين ماسك مع فوسفوريك اسيد زي الجلايكوبروتين، بروتين ماسك مع كربوهيدرات وهكذا. والدرايفد بروتين عرفنا ان احنا بنجيب بروتين بنكسره، فبيديني البروتين، بعد كده بيديني بيبتونز، بعد كده بيديني بولي بيبتايد، بعد كده يديني شورت بيبتايد تشين، وبعد كده اخر حاجه خالص الالفا امينو اسيد. ده كده احنا خلصنا الكلاسيفيكيشن، دخلنا بعد كده على الاورجنايزيشن. الاورجنايزيشن قلنا فيها ايه؟ ان البروتين عباره عن الفا امينو اسيد ماسكين مع بعض ببتايد تشين، بيكون عندنا ماسكين مع بعض اقصد ببتايد بوند. بيكون عندنا الببتايد بوند دي بتنشا بين ايه؟ نتيجه الاتحاد بين الامين جروب الموجوده في امينو اسيد والكربوكسيل جروب الموجوده في امينو اسيد تاني، بنطلع H2O وبتكون بينهم ببتايد بوند او كوفلنت بوند. وعرفنا كذا مصطلح اللي هما الاوليجو بيبتايد، ديت بتكون اب تو يعني فيها امينو اسيد اب تو 25، انما البولي بيبتايد بيكون فيها اكتر من 25 امينو اسيدز. وعرفنا الليفلز قلنا هما اربعه، اول حاجه البرايمري ستراكشر هنا بحط الامينو اسيدز وبينهم بيبتايد بوند، تاني حاجه سكندري ستراكشر بيحصل تويستد وبيحصل فولدنج اكتر، فبيكون لي شكلين، لاما الفا هيليكس بتكون بيكون البوند في نفس التشين، لاما بيتا بليدد تشين ودي بيكون البوند في اكتر من تشين. وبعد كده الترشري بيحصل تويستد اكتر وانتر ريليشن اكتر بين البولي بيبتايد تشين اللي انا كونتها دي. واخر حاجه الكواترنري، ان انا بجيب اكتر من بولي بيبتايد تشين واحطهم جنب بعض واربطهم ببعض زي الانسولين اللي كان فيه اتنين بولي بيبتايد تشين، والجلوبين الموجود في الهيموجلوبين بيكون من اربعه بولي بيبتايد تشين. واخر حاجه اتكلمنا عنها وهي الفورسز اللي بتساعد على الثبات بتاع البولي بيبتايد تشين دي، وخدنا كذا رابطه بتحافظ على الثبات ده زي الهيدروجين بوند والهيدروفوبيك بوند والايونيك بوند والايونيك بوند والدايسلفايد بوند. وبس كده اخيرا السلايد الثانك يو اللي احنا كلنا بنستناها. اتمنى اكون وصلت لكم المحاضره بشكل بسيط وسهل، واي حد عنده سؤال او استفسار يبعت لي في الفيدباك. وشكرا لكم.